اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلاتنا كلها اللي على قد الايد ان شاء الله. والنهارده هنبدا بحاجه حلوه جدا، وان شاء الله تكون على قدنا جدا جدا، لان هي حاجه حلوه قوي وفخمه قوي، وكمان تكلفتها بسيطه ان شاء الله. يعني عندنا هنا هنعمل طاجن فريك باللحمه، وهنجيب لحمه ونسلقها ونقطعها صغنن خالص كده عشان تتاكل الفريك كله بالمعلقه كده، ماشي؟ فعندنا فريك منقوع، لحمه مسلوقه قطع صغيره، بصلايه مقطعه صغنن، بسله، عصير طماطم تقيل، وسمنه اميره، ماشي؟ اكله لذيذه جدا متكامله، فيها الخضار وفيها البروتين وفيها الفريك اللي هو بدل الرز او المكرونه اللي احنا هارين نفسنا بيهم، هنعمل مكانهم ايه فريك النهارده. فهناخد كده معلقه من سمنه اميره، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه سمنه كبيره، ونعملها بقى النهارده ايه في طاجن طاجن البلدي بتاعنا، شكله يبقى حلو كده ولايق مع الفريك. عايز تعمليه في صينيه عاديه اعملي في صينيه، مفيش اي مشكله، بس هو الطاجن مش غالي وبيدي الشياكه قوي، يحسسك كده بالحاجات القديمه الجميله. نعلي كده النار، ناخد بقى ايه نشوح البصلايه. ام ياسمين، الو الو، صباح الخير. صباح النور، ازيك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. انت عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. بقول لحضرتك الكيكه اللي هي بالاناناس اللي حضرتك عملتيها من يومين. اه انا عملتها زي ما انت حضرتك قلتي بالظبط، بس لما انا جيت اقلبها لقيت مكان الاناناس تحته معجن، يبقى ده عايز تسويه ولا عيب من الاناناس ان هو مثلا عمل ميه؟ لا، ما انا حطيت دقيق تحتيه، هو ممكن تسوية. انا حطيت دقيق وحطيت سكر وحطيت الاناناس. ايوه تمام كده، هي بس كانت عايزه لسعه من تحت، هي يعني كانت عايزه استوت بقى. اما استوت ما استوتش من تحت حلو، يعني هي ما استوتش من تحت، شويه يعني كانت عايزه من تحت تلسع حبه، يعني انا عارف التسويه مش في الاناناس، ان هو مثلا عمل ميه. لا لا، ما احنا حاطين لك دقيق تحتيه، هو احنا عارفين هو ممكن يعمل ميه، حطيت لك دقيق تحتيه مع السكر علشان الدقيق بيفصل وبيشرب الميه كمان اللي نازله دي. فانا بصي، حتى دي لو كنت شفتيني وانا حطاها، انا جيت على الفرن كده وحطيتها تحت فرديت الفرن شويه قد ربع ساعه كده، وبعدين طلعتها فوق. هي تاخد حوالي نص ساعه، نص ساعه وشويه، خدت ربع ساعه من تحت عشان يتسوى السكر مع الدقيق مع كل الكلام ده، وبعدين نقلتها على فوق. فتحت خلاص اتحمص بقى، بدا فوق يسوي فوق وتحت مع بعض. اعمليها تاني وان شاء الله تبقى زي الفل. هي معلش الخطوات الصغيرة دي بتفرق جامد يعني، بس مرة على مرة بنتعلم ولا ايه؟ بصوا كده، بصلاية اهي انزل معاها اللحمة لما مسلوقة عشان تاخد من البصلة، ماشي؟ شوحها معايا كده، واديها ايه سن فلفل اسود. طبعا دي سلقة اللحمة مع ايه، مع فلفل وملح وبصلاية وطماطماية، بتخليها طعمها حلو من الشوربة دي. هو اللحم المسلوق كده مع البصل، دي تحميره. نجلاء معانا، اهلا وسهلا. السلام عليكم. صباح الخير ولا كده، ازيك يا نجلاء؟ الحمد لله. عامله ايه؟ صباح الفل عليكي، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام والله. الحمد لله. الحمد لله والله. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. عايزه اسالك بس مدام نجلاء على الكرنب بتاع الكولسلو. الكولسلو بيتغسل؟ من بره بس. يعني نغسلها من بره قبل ما نقطع الرز؟ هي بصي بتشيلي اخر ورقتين دول دايما عشان ما يبقاش عليهم اي حاجه التراب وكده، وتغسليها من بره بس وتقطعيها على طول، انما هي مش هتشيلي ورقه ورقه. لا،
هي بس احنا بنشيل اول ورقتين اللي مغطيين الكرنبة ونشطبه بشطفه وخلاص على كده، ونقطع منها على طول. وطبعا مش هتستعمليها كلها، فانت خدي حته منها واقلبي وشها كده على طبق ودخليه في الثلاجه، يعني الناحيه اللي انت قطعه منها اقلبيها على طبق ودخليها في الثلاجه بس ان شاء الله. يعني اهو بصوا كده اللحمه اهي، ابدا انزل لها ايه البسله دي، بسله مسلوقه او كيس بسله، ماشي مش بسله نيه. معانا الاء، اهلا وسهلا. الو، ازاي حضرتك؟ ازيك يا الاء، عامله ايه؟ والله بخير الحمد لله. ازيك؟ انا بموت فيك. ربنا يخليكي حبيبتي، انت اخبارك ايه؟ والله بخير الحمد لله. الحمد كنت لله. كنت عايزه اسال حضرتك عن الغريبه، دايما بتفشل معايا مش عارفه ليه. الغريبه بتمشي على المقادير مظبوطه؟ لا، المقادير يعني كذا مره مش مظبوطه معايا يعني. لا بصي، طب انا هجيبها لك تاني وهنعملها قريب جدا ان شاء الله وشوفيها معايا. هي في تكات صغننه قوي ممكن تخليها تنشف، ممكن تخليها تفك، ماشي؟ فانا ان شاء الله هعملها تاني. هي بتنشف. بتنشف ولا بتفرش معاكي؟ بتنشف معايا. بتنشف معاكي جامد. انت بتزوديها اي ماده سايله ولا بتزوديها حاجه؟ لا لا، هو سكر وسكر وزبده. سكر وسمنه مش زبده. ايوه سمنه. لا مش الزبده، فيها ميه. الزبده احنا الغريبه لازم سمنه، وتكون بدرجه حراره المطبخ، ماشي؟ سكر وسمنه وايه ودقيق. احنا يعني ساعات بس، يعني كل فتره لو ضفنا بياض بيضه ده ساعات، وساعات لا. فجربيها تاني وان شاء الله تنجح معاكي جدا ان شاء الله. اهو بصوا كده اهي، اديها بقى الفريك المنقوع. البسله زي ما اتفقنا مسلوقه او كيس بسله، لو انت جايباها طازه لازم تسلقيها الاول، حب ميه صغيرين كده واسلقيها فيهم، ماشي ان شاء الله. ادي كده اديها شويه ملح بقى. زيزي معانا، اهلا وسهلا يا زيزي. ايوه، ازيك يا مدام نجلاء؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ صباح الفل على وشك الحلو ده. صباح الفل عليك، انت عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد انا لله. بس زعلانه منك يا مدام نجلاء. ليه؟ عشان طلبت من حضرتك البسكوت الصايم. والكيكه انا مش عايزاه عشان الصيام. انا عندي كوليسترول ومش عايزه حاجه فيها بيض وسمنه. والله حاضر هنعمل احنا كل، بصي كل يوم خميس بنعمل حاجات، وبرضه في اكلات في النص بنعملها. عينينا حاضر. انا عايزه البسكوت بالذات. بسكوت بالذات، عيني حاضر. البسكوت والكيكه. حاضر عيني، ولا تزعلي. ولا قايلاهم ليا 20 يوم ولا حضرتك سألتي. 20 يوم بحالهم؟ حاضر. اكتبي يا اميره، اكتبي. حاضر. وصلت اهي رسمي. عينينا اتأيدت، حاضر. بس ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع الجاي نعملهم لك، ماشي؟ عشان جدول الاسبوع ده اتحط خلاص، فان شاء الله ان شاء الله الاسبوع الجاي هعملها لك. حاضر عينينا، عشان ان شاء الله احنا هنعمل بسكوتات وحاجات كده، فهنعمل ضمنها ان شاء الله. حاضر عيني. بصوا كده اهو، ادي كده ايه ملح وفلفل على الفريك. ادي بقى ايه عصير طماطم تقيل. شوف كده الاخبار، طبعا لازم نزودها ميه او شوربه. عندك شوربه اللحمه حطيها، عشان دي لحمه مسلوقه، فدي ممكن تضيف لها الشوربه عادي. بس نظبطها الاول كده بالطماطم، واديها الميه بتاعتها وتغلي غلوه، واروح عامله ايه وهروح منزلاها في الطاجن تكمل سوا بقى، ادخلها في الفرن من تحت واسيبها تكمل سوا براحتها، ماشي؟ ام منى، اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام منى؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه مدام نجلاء؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انت حضرتك مش عارفه اقول لك ايه يعني. ربنا يخليك. ربنا يديك الصحه يا ربي، ويخليكي جميله وحبايبك وناسك كلها. احنا وانت حبيبتي، ربنا يخليك. انت اخبارك ايه؟ حضرتك ادمان يعني، مش عارفين نعمل فيك ايه. طب الحمد لله ان شاء الله دايما.
يعني حتى عيالي بيجوا من المدرسة مستنين البرنامج بتاعك يا دوب يخلصوا المدرسة والدروس وكده مستنين عايزين يسمعوا البرنامج طيب بتاعك. ما شاء الله ربنا يخليهم لك يا رب يا حبيبتي. الله يخليك، ربنا يديك الصحة، حضرتك مش مخلية نفسينا في أي حاجة. ربنا يكرمك يا رب، مالكيش طيب أي سؤال؟ أو حاجة نعملها لك؟ وحضرتك مش مخلية أي حاجة. شكرا جدا ليكي، ربنا يكرمك يا رب. شكرا. بصوا كده بقى، أنا عايزة إيه؟ هديها طبعا كده ناشفة، يستحيل أنا أحطها في ضجة هتستوي لأن أنت عصير طماطم بس، وده فريك بيحب شوية مية. فهديها حبة مية كده كمان. أنا عايزك تشوفي مستوى المية أو الشوربة. كده عايزه اقول الطبق ده هنشيل منه اللحمه، هينفع طاجن صيامي يعني هتعمليها بالبصل والبسله والفريك والميه وهيبقى طاجن صيامي وهيبقى حلو جدا برده. وحب بس زودي بهارات بقى، ملح فلفل بهارات كده، زودي بهارات فيها هتلاقيها بقت حلوه جدا. وعملت طاجن فريك صيامي في منتهى الجمال بالبسله. معانا فاطمه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، ايه اخبارك؟ الحمد لله. انا عايزه اعرف طريقه عمل البيتزا باللحمه المفروم. بيتزا؟ حاضر. ليكي سؤال تاني؟ لا شكرا. شكرا جدا ليكي. اجيب كده احط معلقه سمنه مش كبيره، انا بس عايزه عشان ايه الفريك ما يلزقش معايا بالطاجن، فهفرشه فرشه سمنه كده معلقه صغيره او زيت لو عملتيه صيامي. هي حاطه معلقه زيت كده في الايه في الارضيه ومنزله عليه الفريك بالبسله بالايه بعصير الطماطم. ماشي، يعني انتوا في ايديكوا سهل جدا انك تحولوا الاكله من اكله عاديه لاكله صيامي، مجرد ما شلنا منها البروتين والسمنه خلاص برضه هتبقى حلوه جدا ومفيده، والبسله مفيده والفريك مفيد. ماشي اهو كده خدت لها فرشه من السمنه كده. غلوتين وابدا انزلها في الطاجن. بسم الله الرحمن الرحيم. الكبشه هي بقى ايه تكمل سوا. بصي فيها كده بهريس كتير، يعني فيها ميه كتير سائل كتير، فممكن ما غطهاش. لو انت حاسه ان السائل بتاعها اقل هغطيها بورقه الومنيوم ودخليها الفرن تستوي كده على الايه على البخار بتاعها كده. ونوزع اللحمه كده عشان اللي يطلع من الطاجن يطلع معاه ايه قطع من اللحمه. ماشي، انا حامله الطاجن دوت كده بكل الكميه دي، وهسيبك في فاصل صغير نرجع على طول ان شاء الله. فاصل ونواصل. على قد الايد ورجعنا من الفاصل وحطينا طاجن فريك في الفرن، ودلوقتي هنعمل مع بعض ايه حاجه حلوه كده للاطفال جامده جدا. هي يعني تبقى مثلا نسميها عيش الشوكولاته، نسميها ملفوف الشوكولاته، زي ما انت عايزه، فطاير زي ما انت عايزه تسميها، بس هي من الاخر عباره عن عجينه عيش دسمه مغذيه مسكره شويه وفيها قطع من الشوكولاته. يعني دي ممكن تتعمل للمدارس حلوه جدا، بتعمل الاطفال الصغننين كده وهم يمسكوها في ايديها ياكلوهم من غير اي حاجه تانية، برده لطيفه ومغذيه قوي. الحاجات دي اللي احنا بنعملها بنفسنا في البيت بتخلي الاطفال ما لهمش اقبال ان هم ياكلوا شوكولاته مثلا من بره، او البسكوتات اللي هي يعني مش وحشه بس برده اللي انت بتعمليها احسن، او الحاجات اللي في الاكياس اللي هي منفوشه على الفاضي دي، او متحمره في حاجه انت مش عارفينها. الحاجات دي كلها اللي احنا بنعملها لهم في البيت دي مهمه جدا. ليه بقى؟ اقول لك مهمه ليه. الطفل مش بيلجا ان هو يشتري حاجه من الشارع او حاجه من الكشك او حاجه من السوبر ماركت، شوكولاتات او بونبوني او مصاصه او الكلام ده، غير لما يحس ان هو جعان. هو بيحس ان هو جعان بس مش بيقول انا جعان، هو عايز اي حاجه قدامه ياخدها ببقه وخلاص. مصاصه وده كله بيسد النفس ومش مغذي. لا، اللي احنا هنعمله ده حاجه مغذيه، وبعدين هتشبعه تشبيعه مفيده، حتى لما يجي ياكل بعد كده هيبقى الاكل ان شاء الله معاه مظبوط.
رمز غير البونبوني مثلا او المصاصه او الكلام ده، بتبقى حاجه صغنونه وبتسد النفس ومش مغذيه ومضره للسنان. نديها لهم بس كل فتره، بلاش كل يوم. انا عارفه الاولاد بيخشوا السوبر ماركت تلاقيهم جايبين اكياس اكياس وبونبوني وشوكولاته وكل دوت، ويقولوا في الاخر مش بياكلوا. ما هو مش بياكلوا من ايه؟ من كتر الرفايع اللي ملهاش لازمه دي. يا ريت نعمل مع بعض وان شاء الله هنعمل الحاجات دي كتير، الحاجات الصغنونه دي تنفعهم وياكلوها كده. انا عملتها كتير برضو قبل كده، والعيش حتى العيش الحفر اللي احنا بنعمله صدقيني افيد من اي كيس بيشتروه من بره ملوش لازمه. بس احنا بقى هنشيك الحاجات دي كلها اكتر واكتر. يعني النهارده العيش اللي انا هعمله ده او المعجنات دي هنحط لهم فيه الشوكولاته دي، شوكولاته شيبسي او اللي هي بتبقى او يعني شوكولاته خام وقطعها حتت صغننه كده، او اي شوكولاته وقطعها حتت صغنونه وحطيها جوه العجينه، هينبسطوا منها قوي وهتبقى لذيذه معاهم ان شاء الله. ماشي، بص لسه على الطاجن لسه. بصي بقى هنا هنعمل ايه، عندنا كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق، اتنين بيضه، نص كوبايه زبده، نص كوبايه لبن، معلقتين كبار او ثلاث معالق سكر، شوكولاته قطع صغننه، معلقه خميره كبيره، وفانيليا. ماشي، هنيجي هنا بقى نعمل ايه، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل لهم. بصوا الكوبايتين هيطلعوا حاجه معقوله جدا. يعني لما تيجي تخبزي او تعملي حاجه ما تعمليش كميه كبيره. ليه بقى ما تعمليش كميه كبيره؟ اولا عشان ما تبصش منك، والحاجه دي لما بتقعد كتير بتبقى ايه، بتغير طعمها. ماشي، وثانيا انت لما تعملي كوبايتين او ثلاثه هتشكلي الانواع دي معاهم، هينبسطوا منها اكتر. غير لما تعملي حاجه واحده وتفضل معاكي اسبوع مش هتبقى لطيفه خالص. انما لما تعملي حاجتين، يعني تعملي كل شويه حاجه، كل يومين حاجه، وهتبقى معاكي سهله، وهي صينيه واحده في الفرن او صينيتين هتبقى معاكي وسطه جدا. اصيح بس الزبده. معانا خلود، اهلا وسهلا. ازيك يا خلود؟ الحمد لله. عامله ايه؟ لا انا هند من خلود. هند؟ ماشي. يا هند ازيك؟ الله يسلمك. انا هند اللي كلمت حضرتك قبل كده. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. ايه اخبارك يا هند؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله. ليكي سؤال يا هند؟ كان ليا، عايزه اعرف طريقه لقمه القاضي. لقمه القاضي، حاضر عينينا. ليكي سؤال تاني؟ شكرا يا هند. بص كده حطيت ايه، كوبايتين الدقيق بالراحه واحده واحده كده سهله، وطبعا على ايديك تتعمل على طول برده ولا فيها اي حاجه. ثلاث معالق سكر على الكوبايتين، مش مسكره قوي عشان عندي فيها شوكولاته مسكره. معلقه كبيره خميره، اقلبهم مع بعض. معانا فريدة، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ صباح الفل والياسمين على حبيبة الملايين. صباح الفل عليك، ازيك عاملة ايه؟ ازيك يا حبيبة قلبي. الله يكرمك يا رب، الله يخليك، انت عاملة ايه؟ الله يبارك لك ويخليك يا حبيبة قلبي. الله يكرمك يا رب، ازي صحتك؟ الحمد لله يا حبيبتي. من شوية اتصلت بيكي مدام اسمها زيزي. ايوه، عايزه تعرف طريقه كيك صيامي. اقول لك عليها يا حبيبتي؟ يا رب الوقت يكفي. طب ماشي، حاضر، قولي يا حبيبتي. الله يخليك. الله يكرمك يا رب. البرتقال ابو سره هجيب واحده ثمره برتقال. عشان ده ما فيهوش بذر. ماشي، هغسلها حلو واقطعها شرايح شرايط كده، وبقشرها بحالها بكلها. البرتقاليه هغسلها وهقطعها زي ما بتقطعي الطماطم للسلطه البلدي. شرايح يعني؟ ماشي، حتت صغنطوطه قوي قوي قد الطماطم بتاعه السلطه البلدي. ايوه، بقشرها بتفلها بكلها، كلها حتت حتت صغيره. ماشي، البرتقانايه عليها كوبايه ونص سكر. للي بيشرب سكر عادي ما عندوش يعني اي تعب او حاجه بعد الشر يعني. ايوه، لو في سكر قليل احط كوبايه واحده. ماشي، على البرتقانايه. اوكي، واضربها في كاسه الخلاط لحد قطع البرتقال مع السكر ما يدوب خالص نهائي. معهمش ميه؟ في الخلاط. احط عليها نص كوبايه زيت. ماشي،
نعم. بقول معهوش ميه خالص. مين؟ مفيش ميه؟ مفيش ميه في الخلاط؟ اقول لحضرتك اهو. يعني ماشي. هي البرتقانيه مع الكوبايه ونص السكر. ايوه. اتضربوا حلو خالص لما مفيش اثر للبرتقال. احط عليها نص كوبايه زيت. ايوه. واحط عليها كوبايه ميه. ماشي. ادي كل ده في الخلاط. في الطبق بتاعي العجين كوبايتين ونص بيض دقيق. ايوه. عليهم رشه الملح وباكل بيكنج باودر. ماشي. وهاخد اللي في الخلاط هحطه على الطبق واقلب. دي لا فيها بيض ولا فيها لبن. ولا فيها اي حاجه. لو انا عايزه اعملها في الصيامي بدل كوبايه الميه 3 بيضات. جميل قوي جميل قوي، شكرا جدا ليكي، ربنا يخليكي، شكرا. بصوا بقى انا عملت ايه، حطيت كوبايتين الدقيق عليهم معلقه الخميره عليهم 3 معالق السكر، كوبايتين الدقيق عليهم معلقه سكر معلقه خميره 3 معالق سكر ورشه الملح و2 بيضه، وحطيت الشوكولاته اللي احنا مقطعينها دي تبقى حوالي كوبايه، هي بتبقى كتيره. ماشي، اديها بس معاها كمان ايه شويه دقيق تاني عشان حاسه كده ان ايه الزبده عليها زادت، وحطيت رشه الملح. انا عايزاها عجينه زي عجينه العيش بس دسمه، فيها لبن وفيها بيض وفيها زبده زي ما اتفقنا، دي للاطفال حلوه جدا، افيد من اي حاجه بنشتريها. متعود لما الاطفال نخش بيهم السوبر ماركت ما يقعدوش يلموا في الحاجه، هي حاجه واحده حلوه واحده بس، يعني عشان ما نزعلهمش برده، وماشي نجيب لهم حاجه حلوه بس هي حاجه واحده كل مره، حاجه واحده، ما نبقاش العجله بلاقيها بتاعت السوبر ماركت مليانه كلها حاجات للاطفال ما فيش حاجه فيهم مفيده. ماشي، ادي كده. بصوا بقى العجينه دي معانا هدى، اهلا وسهلا يا هدى، كلمينا تاني ولا راحت فين؟ بص بقى العجينه دي كده، منى معانا اهلا وسهلا. الو الو، ازيك؟ الو الو، ما سامعاكي، ازيك؟ ايوه الحمد لله، ازيك؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله. كنت عامله ايه؟ الحمد لله. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. انت عايزه اعرف بس طريقه البلح الشام والزلابيا. ايوه. والشفته انا عملتها، الشفته انت حضرتك عملتيها. متهيألي كده الشفته بقى اللي انت متخيليها بتشد كده ومتشد. لا بصي، بتشد انت طلعتيها بدري، من جوه ما تعرفيش مخطوطه من جوه. بصي انت عملتيها نفس المقادير؟ ايه؟ عملتيها نفس المقادير؟ بالظبط. عملتيها نفس المقادير وضربتيها نفس الضرب اللي احنا عملناه؟ انا عملتها، عملت الطريقه كلها في ضربتها في الخلاط وحطيت الدقيق بره الخلاط، عملت بره. ماشي تمام. عملتها لوحدها وبصي انا شكلتها وزينتها وكده، قمت حطها في الثلاجه. والممكن ده عيب من الثلاجه مثلا؟ لا خريفة. مش عيب من الثلاجه، ده عيب من السوا كمان، عيب السوا بتاعها يعني، اكيد الفرن بتاعك كان هادي عليها، كان هادي عليها قوي، يعني انت مثلا عندك اهدى طولت عليها النار فبقت بتنشف معاكي اكتر، هي ليها درجه حراره اللي هي 180 درجه، وانت لو عندك مثلا الفرن احمى من كده او اهدى من كده تظبطيه، يعني اعمليها تاني بالخطوات تانية، هي بالظبط، تخلي بالك من المكونات بتاعتها واحده وظبطي السوا بتاعها، ان هي ما بتزيدش عن نص ساعه، نص ساعه وخمس دقايق بالكتير. ماشي. بصوا بقى هنا عملنا ايه، الزبده نزلت هنا على الزبده كانت سخنه، نزلت على العجينه طلعت اللون الايه من الشوكولاته شويه، هنا الزبده كانت بارده طلعت ايه. هنا بصوا الفرق بين الاثنين دول، ان هنا الزبده دي عشان كانت سايباها تخمر، الزبده هنا نزلت على الشوكولاته سيحت منها اجزاء بقت لون اللون دوت، وهنا نزلنا الزبده بارده، حابه تعمليها لونها كده هتنزلي الزبده سخنه، حابه تنزليها مش سخنه قوي زي ما احنا عملنا كده، يعني احنا سيحناها وسبناها ايه يعني تبرد مكانها في الطاسه، فبرده فضلت دافيه، لما نزلناها على العجينه نزلت دافيه سيحت جزء من الشوكولاته بقت اللون ده. عايزاها بيضه والشوكولاته فيها باللون ده. ماشي، زي ما انت عايزه.
ما ضفناش اي حاجه جديده، بس نسيبها تخمر بقى، يعني لا عليها كاكاو ولا عليها اي حاجه، هي هي من نفس الشوكولاته. ام محمد معانا، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام محمد؟ انا سعيده ان انا بكلم حضرتك، وانا اول مره اتكلم، انا اول مره اتصل بحضرتك. نورتيني يا حبيبتي، نورتيني، ربنا يخليك. ازيك؟ الاول انا عملت المربى، المربى بتاعت الجزر ودي اول مره اعملها بالبنجر. بالبنجر كانت رائعه رائعه رائعه. طب الحمد لله. انا اضفت حاجه عن حضرتك. ايه؟ حطيت بدل الميه حطيت عصير سفنجي. خلتها جميله جدا جدا. ما شاء الله، جامده حلوه. ما شاء الله بندخن وعمالين بندخن. لا. لا ربنا يديك الصحه يا رب. ما بص، مش مشكله التخن، المشكله الصحه. يعني حتى لو انت مليانه وصحتك كويسه دي اهم حاجه. لا لا تخينه قوي. لا 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 لا. ربنا يديك الصحه حبيبتي، ربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يخليك. الله يكرمك. وبعدين انا عايزه اقول اقتراح لو حضرتك سمحتي لي. اتفضلي. بالنسبه للكشري اللي بنعمله، هم بيمسكوا البصل بيدعكوه بالدقيق، بيحرق الزيت. انا بعمله بمسكه بحط عليه ملح وفلفل وشويه خل. أيوة. واسيبه دقيقتين اثنين. وبعدين اغسله وانزل منه الملح والخل والكده والحاجات دي. واروح ادحى الزيت كويس واروح محمره، بيطلع جميل ومقرمش وحلو قوي. جميل قوي. اقتراح للسيدات الفاضلات لما يحبوا يعملوا الكشري. ما شاء الله، شكرا ليكي جدا، تسلم ايديك يا حبيبتي، شكرا ليكي. بص بقى كده نعمل فيها ايه دي بقى. بنجيب دي كده، انا عملتها ايه، مستطيله اهي، الفها كده ماشي، كده كده ابرمها بالشكل ده. انا عايزاها رفيعه شويه عن كده علشان ايه، تبقى في ايد الاطفال. انا عاملاها دي يعتبر يعني للاطفال ماشي، يعني دي بعد سن السنه حلوه قوي ليهم، اما يمسكوا الحاجات دي في ايديهم كده لطيفه قوي. انا سمعت افردها براحتي دي كده تتفرد. امسك دي كده، بصوا كده افرد فيها. طول ما الحاجه للاطفال احنا نصغر فيها خالص، لو نينا احنا ماشي للكبار اوكي قدميها لحد كبير، ممكن تعمليها اجزاء كبيره مش مشكله، انما للاطفال لا، صغري فيها قوي علشان ما يقطموش ويسيبوا منها بواقي. احنا عايزين ما يبقاش فيها ايه، بواقي ماشي كده. بطل معانا يا دينا، اهلا وسهلا يا دينا. احنا هنراعي ان هي ايه، هتنفش كمان، دي فيها خميره كوبايتين او العجينه تاني. احنا عندنا هنا خدنا كوبايتين من الدقيق، كوبايتين دقيق، اتنين بيضه، نص كوبايه زبده، تلات معالق سكر كبار، معلقه خميره كبيره، رشه ملح، اللبن بقى حسب العجن ماشي. يعني انا بحط الاول الدقيق، واحط عليه السكر، واحط عليه الشوكولاته، واحط عليه رشه الملح. يبقى عندنا كوبايتين الدقيق عليهم ثلاث معالق سكر، عليهم رشه الملح، عليهم معلقه الخميره الكبيره، واقلبهم في الخلاط. خلاص قلبتهم في الخلاط، اجي اروح عامله ايه، اروح حط عليهم اتنين بيضه ونص كوبايه الزبده السايحه. لو انت عايزاها باللون البني ده هتحطي زبده سايحه دافيه شويه، لو انت عايزاها بيضه بتسيبيها تبرد خالص بعدين نحطهم، ونقلبهم كويس جدا مع بعض، البيض مع الزبده مع الدقيق وكل الكلام ده والشوكولاته وكله، وازود اللبن شويه شويه لغايه ما يديني القوام اللي انا عايزاه. بصوا بقى هقطع كده. نوره معانا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا مدام نجلاء. ازيك يا نوره؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. تسلم ايدك، اكله كله جميل جميل بجد فعلا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. الله يخليكي يا حبيبه قلبي. الله يخليكي. الله يكرمك يا رب. سهيل اختي برضه عايزه تسلم على حضرتك اهي معايا. داني اهلا وسهلا. مدام نجلاء. اهلا وسهلا، ازيك؟ ميلاد جدتي بكرة، عايزة اهديها. أيوة قولي حبيبتي. حاضر. تهنيتي لجدتي ماشي، بصي أي حاجة يعني.
لعيد ميلادها بكره. كل سنه وهي طيبه يا حبيبتي وانت طيبه. انت طيبه. الله يكرمك يا رب. شكرا ليك يا حبيبتي، كل سنه وانتم طيبين كلكم. بصوا بقى نفتحها فتحه كده من النص، عارفين بقى دي، وتسيبيها تخمر كمان شويه هتلاقيها فتحت. انا عاملاها من جوه ايه، عاملاها رول، هتلاقيها فتحت وعملت شكل لطيف كده، والشوكولاته بانت من جوه كده. ما توصليش الفتحه للاخر كده، من النص كده بس، ما وصلش للاخر. انا باخد من النص ما وصلش للاخر، ماشي كده. واجيب صينيه وارص فيه كلام بقى كده، وسيبيها تخمر حبه، وبعدين تدخليها الفرن. يعني تخمر لها قد ربع ساعه، نص ساعه في الساعه اللي احنا فيها، او يعني انت لو بقى قاعده فاضيه سيبيها زي ما تاخد الوقت معاكي. وممكن تعمليها دواير زي ما انت عايزه، يعني اللي عملتيها احنا بصي كده اهي، انا عاملاها كده وجيت عملت كده، خدت منها ايه، مش هشرح احسن كده، بصوا كده ماشي، وحطيتيها كده برضو الدايره كده بالمنظر ده، هيديكي برضو شكل لطيف جدا ماشي. اي اشكال بقى انت عايزه تشكليها زي ما انت عايزه. هطلع في فاصل دلوقتي ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا، وفاصل ونواصل. على قد على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي احنا عملنا العجينه وعملنا الطاجن. انا هحاول ايه اشوف كده الاخبار هنا ايه، الطاجن كده كفايه عليه قوي ماشي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، هي دي الطاجن بتاعنا كده كويس جدا من غير ما اغطيه ولا اي حاجه اهو، عشان انا كنت حاطه له سائل كويس سواء شوربه او ميه ماشي. والمعجنات بتاعتنا اهي لسه شغاله، تحمر سنه صغننه كمان خلاص. وهنعمل مع بعض دلوقتي معانا جيلي دريم. هنعمل بايه النهارده؟ هنعمل بيه حاجه حلوه جدا، وبرده الاطفال هينبسطوا منها قوي من الالوان اللي فيها. هنعمل مهلبيه بالجيلي، مهلبيه بالجيلي، مهلبيه وجيلي. ازاي بقى؟ هنعمل مهلبيه الاول لوحدها، هنعمل جيلي لوحده، وهنقسمها في كاسات تبقى شكلها لطيف جدا والاطفال بيحبوها قوي قوي قوي. فاول حاجه نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنجيب كده ايه حوالي كوبايتين من اللبن عشان نعمل مهلبيه صح. كوبايه اللبن عليها معلقه نشا كبيره هتطلع مظبوطه ماشي، عشان كتير جدا بيجي يعملوا مهلبيه يقولوا مش تطلع خفيف تطلع تقيله، لا كوبايه اللبن اللي هي زي دي كده عليها ايه معلقه نشا كبيره خلاص، ومعلقه سكر كبير او معلقتين ده حسب التحليه، يعني من معلقه لمعلقتين. شوف انت عايزاها ايه، مسكره يبقى معلقتين كبار من السكر، عايزاها مش مسكره قوي يبقى معلقه او معلقه ونص ماشي، وعليها النشا. هنا بقى كمان هنعمل الجيلي. طيب الجيلي هجيب له بقى ايه، انا هعمل باكو واحد كفايه عشان ده صنفين. بعمل بقى الجيلي بتاعنا ازاي، احط كوبايه ميه عشان بسرعه يبقى معايا سخن، اسخن كوبايه ميه وادوب فيها باكو الجيلي، وبعدين انزل عليه كوبايه ميه تاني. اجيب بقى ايه بوله ادوب فيها، بسم الله الرحمن الرحيم، ادوب فيها معلقتين النشا. انا هنا هحط بقى السكر مع اللبن، ممكن احط لدول 3 معالق يبقى السكر معقول ماشي، واحط سنه فانيليا عشان ايه اللبن يبقى ريحته حلوه، كل ده فانيليا باكو بحاله. واجي هنا هاخد معلقتين كبار من النشا، بصوا مليانه كده كده، وادوبها في لبن او ميه
ماشي هدوب كده النشا في حبه لبن، وهنا الميه هتغلي هي بتاعت كمان الايه دوت. اللبن هيغلي، قبل ما يغلي انا عايزه انزل ايه، انزل النشا علشان ما يكلكعش معايا، عشان اللبن لما بيغلي والنشا بينزل عليه بيروح عامل ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، بيكلكع معاكي ويبدا كل نقطه تنزل ايه تجمد ما تعرفيش تفكيها تاني. وادي كوبايه الميه سخنت، بسم الله، هنزل دلوقتي عليها ايه الجيلي، بس الاول لازم اخلي ده يغلي. بصوا كده يغلي عشان يسوي النشا، اهو غليت خلاص. اوكي اجي هنا بقى، انا حطيت ايه، الم كل الحاجات دي من هنا كده. ام زهره معايا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا ام زهره؟ ازيك يا ام يا مدام نجلاء؟ الحمد لله، ازيك انت عامله ايه؟ انت طيبه وانت طيبه يا حبيبتي، الله يخليك. ايه اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله. على فكره احنا من راس البر. ايه من راس البر؟ من راس البر. اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا. يا ريت بتيجي الصيف عندنا ان شاء الله يا حبيبتي. ان شاء الله ربنا الصيف عندنا ان شاء الله يا حبيبتي. على الصيف بقى ان شاء الله على خير. احنا مش بس بنحبك والله، يعني انت بقيت واحده من العيله، انت واحده من العيله من قبل البرنامج ما يجي مباشر والله. اكيد ربنا يخليكي، اكيد ربنا يخليكي. عندي بنت اختي اولادها الصغيرين لسه في كي وان، والله ما بيرضوا يناموا الا لما يشوفوا طنط نجلاء. ربنا يخليهم لك يا رب. تقولي ايه طنط نجلاء؟ تقول لي طنط نجلاء يا خالته. طيب ربنا يخليهم لك يا حبيبتي يا رب، ميرسي جدا ليكي. الله يكرمك يا رب. انت اول حاجه ما انتش مخلينا ناقصين اي حاجه، كل حاجه بنعوزها من الاكل بتعملها. ما فيش اي سؤال؟ ربنا يخليكي، ميرسي جدا ليكي. يا زهره بس عايزه اتكلمك، لان هي مهبلاني عايزه اتكلمك. اداني حبيبتي اداني. ايه معاكي يا زهره؟ على فكره عروسه مخطوبه عندها 16 سنه. ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله. بتعرف تطبخ بقى ولا لا؟ ايه؟ بتعرف تطبخ؟ اه يعني هيدي كلمتين بقى. لا اه ما ينفعش. ايه مع حضرتك. ماشي، حطي كوبايه ميه عليها تاني كده بارده. ازيك يا زهره؟ ازيك يا زهره؟ عامله ايه يا زهره؟ كويسه الحمد لله. ايه اخبار الطبيخ معاكي يا زهره؟ اعترفي 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 على الهوا. يعني بتجربي ولا مش بتجربي يا زهره الاكل؟ اه بجرب انا وماما على طول كل حاجه حضرتك بتعمليها. ومفيش لوحدك يعني؟ لازم انت وماما؟ لا اخاف لوحدي. لا تخافي ايه؟ لا طبعا ما تخافيش، لازم تتعلمي لوحدك. ولا بتعملي رز ولا طبيخ ولا اي حاجه يا زهره؟ لا بطبخ ساعات لوحدي، مكرونه فراخ حاجات من دي. طيب برافو عليكي، لا ما انت شطوره اهو. لا بس برضه جدعاني شويه. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. المره الجايه كلميني بقى وتقولي عملت محشي وعملت حاجات، ماشي؟ ماشي يا زهرة، شكرا ليكي يا حبيبتي. مش عايزين مساكل يا زهرة بقى، كل الرجالة عايزين أكل مامتهم، فاحنا بقى عايزينك تتعلمي أكل ماما عشان لما تتجوزي بقى ما يبقاش عنده حجة. ماشي إن شاء الله يا حبيبتي. بصوا كده حطيت إيه، حتتين فراولة كده من تحت، ونزلت عليهم المهلبية اللي أنا عملتها من إيه، كوبايتين من اللبن مع 3 معالق من السكر، ونزلت عليهم معلقتين من النشا وفانيليا. المعلقتين من النشا مدوبهم في إيه، في حبة لبن. خلاص مسيبه يبرد خالص، يمسك نفسه. انا حاطه فانيليا، مش عايز يحط فانيليا احط ميه ورد، عشان المخرج بتاعي كان عايز ميه ورد، المره الجايه اعمله بميه ورد. ان شاء الله. ناتالي معايا، اهلا وسهلا. ازيك؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، ايه اخبارك؟ انا كنت عايزه اسالك على حاجه. اموري. هو ممكن حضرتك، احنا لسه فاتحين دلوقتي التلفزيون، ممكن حضرتك تساعدنا العجينه ازاي بتتعمل؟ حاضر عينيا. مش هشوف الاعاده ولا ايه؟ نعم. مش هشوف الاعاده بالليل؟ لا مش بشوفها. لا ما ينفعش، مش هقول لك حاجه بقى، ايه رايك؟ هقول لك حاضر. بص يا ستي، العجينه دي عملناها ازاي؟ طب هقولها لك برضو. انا اسماء، اهلا وسهلا. يا اسماء. الو الو، ازيك يا اسماء؟ اهلا بحضرتك. ازيك عامله ايه؟ اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ بحبك قوي. ربنا يخليك يا اسماء، ايه اخبارك؟
كويس الحمد لله. الحمد لله. ليكي سؤال يا اسماء. بصي حضرتك، هو انا ايه عروسه جديده؟ ما شاء الله، الف مبروك. الله يبارك فيكي. انا لسه طالبه بدرس كليه الطب. ايوه. المشكله بقى ان انا ايه، ما طبختش قبل كده قوي. صح. ايه ما طبختيش قبل كده؟ اكيد بتذاكري. لا ايه بقى، انا بتلخبطه جامد يعني. انا بعرف اطبخ حاجات يعني كويس يعني، بس بتلخبطه جامد بقى بين الحياه الجديده والدراسه. ايوه انا اطبخ يعني، انا محتاجه حد يعلمني الف ب الطبخ. أيوة. مش عارفه اعمل ايه بجد، متلخبطه قوي. احنا الف ب. احنا هنا جايين لكم. يعني بصي، انا بعمل الرز من اوله، مكرونه من اولها، البشاميل من اوله، فانا عايزاكي بس ايه تركزي معايا، تاخدي الحصه وتاخدي الاعاده. ماشي؟ فواحده واحده كده معايا، ابداي بعمايه الرز مع ابسط طبيخ، مع ابسط حاجه تبداي بيها. يعني مثلا ما تلاقينيش مثلا بعمل محشي وتروحي بادئه بيه، لا ابداي بالحاجه البسيطه جدا. فماني زي يعني مثلا هتعملي طبيخ، هتعملي جنبيه رز، هتعملي تسلقي مثلا لحمه او تسلقي فراخ وتحمريها. الحاجات دي مهمه جدا في الاول، هتنبسطي كده بتطلع معاكي ناجحه. مثلا طاجن الفريك ده بالنسبه لك سهل مش صعب، مع انه اسمه طاجن واسمه حاجه كبيره، ان بالنسبه لك سهل جدا، لان ما فيهوش حاجه. احنا سلقنا اللحمه وزي ما شفتيلي كده اللي انا عملته، ونقعتي الفريك، شوحتي البصلايه، نزلت عليها قطع اللحمه الصغننه ديت، قلبتيهم مع بعض، انا نزلت معاها في سله، وبعد كده نزلت الايه الفريك المنقوع، اديتها عصير طماطم، واديتها يا شوربه يا ميه، ودخلتها الفرن. دي بالنسبه لك حاجه سهله. ده الرز المعمر بالنسبه لك سهل، كله سهل، بس ما تقلقيش يعني ان شاء الله. بص بقى، انا الكاسين دول انا عاملاهم قبل الحلقه ومخليهم يبردوا، اوكي؟ هديهم بقى ايه الجيلي، يعني لازم يبردوا علشان يعمل لي طبقتين، وبرده الجيلي يكون بارد. تاخد الخمنه كده. طيب معلش امسح. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. احط بقى يعني اول ببرد المهلبيه كويس، وبعدين ابرد الايه واسيبه يجمد، يكون الجيلي يعني تبعين الاثنين مع بعض. بس هتحطي المهلبيه في الثلاجه وتسيبي الجيلي بره عشان الجيلي يبرد خالص ويكون اللي في الثلاجه ايه جمد. انما ما احطش الجيلي في الثلاجه، الجيلي بره كده سايباه على الترابيزه لغايه الايه ما المهلبيه في الثلاجه تجمد، تطلعيها وعلى طول حطي عليها الجيلي، هيكون الجيلي ده بارد وده في الثلاجه جمد. اتفقنا؟ معانا فاطمه، اهلا وسهلا. ايوه ازي حضرتك يا مدام نجدة؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. قول لحضرتك مش هطول على حضرتك. لا قولي اللي انت عايزاه. مشكلتي مع اللحمه دايما تاخد سويه على انها تبقى بتلو، اي لحمه تندوز صغير اي حاجه بتاخد معايا سويه جامد. ببقى متضايقه براحه جايه على البوتاجاز، انا عايزه بس وصفه بان تستوي بسرعه اعمل فيها ايه، مش عارفه. بصي اقول لك حاجه حلوه، انت مثلا لو كنت هتعملي لحمه النهارده قبلها بيوم بتبقى عارفه انك هتعملي لحمه. ايوه. فتعملي ايه؟ قبلها بيوم بالليل وانت قاعده بالليل في السهره كده، حطي الميه على النار تغلي، وحطي لها بصلايه طماطمايه جزرايه وحبه فلفل اسود. وتغلي، نزلي اللحمه، سيبيها تغلي بالظبط نص ساعه. سيبيها تغلي نص ساعه، وانت مغطياها مغطياها، سيبيها. واطفي عليها وسيبيها على البوتاجاز. تاني يوم بتعملي الاكل وكملي بقى سواها، هتستوي معاكي بسرعه جدا. لان الطريقه اللي بقولك عليها دي اسمها كمر، بنكمر اللحمه. فالكمر اللي احنا عملناه قبلها بيوم ده وسبتها في البخار بتاعها نص ساعه، يعني سبتها تغلي نص ساعه وما عرتش الغطا، خليت الغطا عليها زي ما هو ما سبتش البخار يطلع، وطفيت البوتاجاز وسبتها. هتكمل سوا حلو قوي في الميه الدافيه والميه اللي غليت فيها لغايه تاني يوم. اجي بقى هعمل الغدا واروح حاطه مولعه على اللحمه تاني، وهي زي ما هي كده مولعه على اللحمه تاني، هتكمل سواها معاكي هوا، ما تقلقيش منها خالص. وبعدين في حاجه حلوه قوي ممكن تعمليها، ان انت مثلا هتعملي في الاسبوع ده نص كيلو ونص كيلو، اعملي الكيلو على بعضه وخدي منه اللي هتعمليه النهارده وشيلي الباقي في الثلاجه مسلوق في شوربته، ولا هيحصل له اي حاجه. ماشي؟ ان شاء الله يعني. ادي كده عملنا المهلبيه بجيلي دريم، وادي مراحله، هنا ده هنا بس المهلبيه لوحدها، وهنا عليها المهلبيه كانت بارده وحطيت عليها الجيلي، وده كله بارد على بعضه بقى منظره جامد جدا كده. واسيبك اشوفك الفصل الجاي ان شاء الله، وفاصل ونواصل. على قد الإيد.
ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض حاجة برضو ظريفة جدا ومش مكلفة خالص. هنعمل لفائف الجلاش أو صوابع الجلاش بالجبنة القريش. جبنة القريش مفيدة، هنضيف لها حاجات ورخيصة جدا، وهنعمل بيها حاجة حلوة جدا جدا إن شاء الله. إحنا عندنا نجيب ورقة جلاش زي ما قلت لكم امبارح، جبنة قريش، زيتون، فلفل، ولبن، وبيضاية واحدة، وزبدة. ماشي؟ هنعمل إيه بقى؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نسيح الزبدة. ليه بقى؟ الطريقة دي ظريفة جدا. إحنا هنعمل بيها إيه؟ هنعملها صوابع. دي تنفع فطار، تنفع تاخديها معاك الشغل، تنفع حاجات كتير جدا، تنفع في البيت كده جنب الغدا برضو، خفيفه وحلوه قوي. بصي بنعمل ايه بقى. نجيب الاول جبنه قريش شوكه، ننزل قطعه كده من جبنه القريش، نهرسها. معانا يوستينا، اهلا وسهلا. الو، ازيك يا يوستينا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ انا عاوز اسالك على حاجه معلش. اتفضلي. انا حضرتك كنت عملت كانت القبليه، كانت سالت على حاجه بس حضرتك ما ردتيش عليها. ايه هي؟ ممكن تقوليها بس بروح عشان ماما بتكتبها. قولي يا حبيبتي. ايه هي؟ اللي هي اللي حضرتك كنت عاملاها قبل كده، ده العجينه دي؟ هقولها تاني وتلاقيش ان شاء الله. لازم الاصليه اللي قبليه كانت قالتها بس حضرتك لا انا هقولها. حاضر ماشي، بس بالراحه بس عشان ما بتكتبها. ماشي حبيبتي عيني. بص ادي كده الجبنه القريش معاها زيتون والفلفل، خلاص اهي كده. ممكن لو ايه نحط لها قطعه زبده كده ندسمها شويه، ان القريش خفيفه جدا مش عايزه زبده ما تحطيش. ماشي، انا دي عايزاها مدهونه بس كده، وقف كده خلاص. بصي هندخل كلها في بعض كده. لقائق الشوكولاته او عيش الشوكولاته من الاخر، هو يعتبر شبه العيش قوي، عيش بالشوكولاته. احنا عملناها ازاي؟ بالراحه واحده واحده. كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق، اتنين بيضه، نص كوباية زبدة، كوبايتين دقيق، اتنين بيضة، نص كوباية زبدة، تلات معالق كبار سكر، تلات معالق كبار سكر، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة خميرة فورية، رشة ملح، حوالي كوبايه شوكولاته قطع صغيره. وطبعا عشان حطينا بيض بنحط فانيليا. سهله ان شاء الله. بصي بقى هنعمل ايه، هنقفل بس الجلاش كده قدامنا واحنا شغالين. هقول لك تاني هنعمل ايه، وهعيد المقادير من تاني، وانا بقولها بقول الطريقه ونعيد المقادير. بصي بقى كده، اجيب الصينيه كده جنبي، البيض واللبن ده انا هاخد ايه، يعني قولي كوبايه لبن مع بيضايه بس او اقل كمان. ندهن كده صينيه بالزبده، واجيب هنا ورقه الجلاش ادهنها كده ايه بالزبده كده، دي بقى المسحه اللي انا بدهن بيها ورقه الجلاش دي، اللي هتخلي ورقه الجلاش فيها رقائق. يعني ايه؟ لما اجي الفها تبقى عامله لي ايه ورقيات كده. انا هجيب الطول كده هنا قدامي، احط معلقه كده من الجبنه اللي بالزبده اللي بالفلفل، مش عايزه زبده وعايزه جبنه وزيتون وفلفل بس. ماشي، بصي بقى تعملي ايه، تجيبي ايه الورقه كده نقفلها عليها كده، وناخد الناحيه التانيه نقفلها عليها كده. ماشي، وندهن دي كده، ونروح لفينها صباع كده.
ماشي. هقول تاني احنا هنعمل ازاي. طبعا دي سهلة ايه خالص. العجينة تاني وانا شغالة كده بقى ايه في الجلاش بتاعي. العجينة دي احنا عملنا ايه، هتجيبي طبق هتحطي فيه كوبايتين الدقيق، كوبايتين الدقيق عليهم 3 معالق السكر، كوبايتين الدقيق عليهم 3 معالق السكر، عليهم معلقة الخميرة الكبيرة، عليهم رشة الملح. يبقى هتحطي طبق كوبايتين الدقيق، 3 معالق السكر، معلقة الخميرة، رشة الملح، هتقلبيهم كلهم مع بعض. هتحطي الشوكولاتة المقطعها صغنن حوالي كوباية أو كوباية إلا، وتقلبيهم كلهم مع بعض. ده كلها كده نواشف تمام. هتسيحي الزبدة شوية يا دوبك بس تسيح حاجة بسيطة، وهتروحي قلبها على كل الكلام ده وتقلبيهم، وتضيفي لهم معاهم ايه 2 بيضة وفانيليا. سهلة المقادير اهي مع الوصفة. حطي 2 بيضة، هتحطي الزبدة و2 بيضة والفانيليا، وتعجني كله مع بعضه. اللبن بقى شوية شوية حسب ما تعوز انها تتكون عجينة طرية حلوة معايا. عايزة بقى ربع كوباية، عايزة اقل، عايز ازيد، شوية شوية لغاية ما تديكي عجينة طرية ما تلزقش في ايديكي. وهتسيبيها تخمر، وبعدين تعمليها صباع كده كبير زي ما عملنا الاشكال دي بالظبط، ونقطعها قطع صغننة ونفتحها كده فتحة من النص، وتسيبيها تخمر تاني، وبعدين تدخليها الفرن بس كده. ماشي اهو. افضل بقى انا كده اعمل في الجلاش، بصوا كده تاني اهي كده، واطبق عليها الناحية التانية كده والفها. بس الاول ايه برضو لازم هنا عشان تديني بقى ايه رقائق حلوة كده وطعمها ظريف والزبدة فيها غنية، والفها كده بالمنظر ده كده كلها كده اهو. بص بسرعة اخر واحدة دي ماشي. مسحة بسيطة بس، اهم حاجة انها يكون فيها المادة الدهنية دي عشان تعمل لي رقائق دي. واخد كده حبة كده واقفل عليها الناحية دي. بصوا الناحية دي اللي فيها زبدة هي هتقفل على دي، يبقى مفيش طبقة مقفولة على طبقة غير وفيها ايه مسحة من الزبدة. وطبعا عايز اقول لك الورقة دي كلها مش تاخد معاكي ربع كوباية زبدة. اوكي وهسيبك في فاصل وانا اقعد اكمل كده لغاية ما ترجعوا لي. وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل وبنكمل مع بعض الجلاش بتاعنا اللي احنا عملناه ورقة جلاش، وعملنا جبنة قريش معاها زيتون معاها فلفل، وانا حطيت لها قطعة من الزبدة. مش حابة تحطي الزبدة وكفاية الجبنة القريش والزيتون والفلفل كفاية. بس الزبدة طبعا بتديها طراوة وبتبقى احلى، بس زي ما انت عايزة. ماشي حطي بصوا كده واقفي عليها كده وامشي بيها رول كده. اهم حاجه اتني طبقه على طبقه يبقى بينها ايه زبده، اهم حاجه علشان ما تديكيش رقائق ناشفه. الزبده بقى بتدي رقائق ايه طريه كده وفيها طراوه وحلوه. ماشي اهي كده بندهنها كده ونديها جبنه اخر واحده كده نطبقها ايه كده اهي، والناحية التانية عليها كده، وندهن زبدة كده تمام. واروح لفة بقى كده الف على الجبنة القريش والزيتون والفلفل بالطريقة دي. ماشي هخلص كل الكمية. ماشي دول بقى ايه الزيادة مني احطهم في كيس الفريزر كده زي ما هم. خلاص هنيجي بقى نعمل لهم ايه عشان نزود القيمة الغذائية ليهم. نجيب شوكة ونجيب كبشة، اجيب شوية يعني اجيب حبة لبن، يعني قولي نص كوباية لبن مش كتير ما تكتريش، عشان انا مش عايزاها تبقى عايمة فيها. دي مش صينية، لا دي صوابع، فاديها يا دوبك اللبن اللي هيطريها بس. واديها بيضاية
ماشي، واديها حبه ملح وفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم، وحبه ملح، واقلبهم كده فيها بقى، واسقيهم لصوابع الجلاش دي، وادخلها الفرن. تستوي بسرعه جدا، ما تاخدش معاكي وقت خالص، بس طعمها تحفه، والجبنه القريش فيها حلوه قوي قوي. ماشي كده حلوين، بصي بالراحه كده عليهم، يا دوبك ايه طراوه كده عليهم، وصغري الصينيه بقى احسن من كده كمان كده، يعني دي خدت لها ايه بتاع نص كوبايه اهو. ويا ريت تصغري الكوبايه. ماشي اشيل بقى ده كده احطها في الفرن. تصغري الصينيه وانت بتحطي، يعني حاولي تخلي ايه عشان ما يبقاش فيها خساره كده في النص، هيستوي هيبقى مستوي جوه الصينيه بس، انما ما يكونوا صغننين، يعني الصينيه صغيره عن كده والصوابع كلها ملزقه ببعض، ونزلتي عليها السائل ده هيشرب كله تمام، انما لا كده بقى السائل يعني ايه هيحتار مش عارف يستوي في الصينيه ولا يستوي على الجلاش. واحطها في الايه الفرن كده، هسيبها شويه كده تحت وشويه فوق، وعلى طول على طول ان شاء الله هيستوي. طبعا حواليك كده انا مسويه قبل كده اهو، بيبقى بالطريقه دي بعد ما يستوي، شارب لبن وبيض وجامد جدا وسهل خالص، ما فيهوش اي حاجه غريبه. جلاش، جبنه قريش، زيتون، فلفل وزبده. ماشي يبقى كده احنا، انا خلصت حلقتي النهارده. عملنا مع بعض ايه؟ عملنا الفريك باللحمه، طاجن فريك باللحمه والبسله، وعملنا كمان المعجنات اللي بالشوكولاته اللي هي الاطفال حلوه جدا جدا، وعملنا كمان المهلبيه بالجيلي. عملنا المهلبيه طريقتنا العاديه جدا، وتظبطيها زي ما اتفقنا، ان كل كوبايه لبن بتعمليها عليها معلقه كبيره من النشا، وعليها معلقه كبيره من السكر، او معلقه ونص او معلقتين حسب ما بتحبي سكرها ايه. بتحطيها في الكاسات وتسيبيها تبرد خالص في الثلاجه، بتكوني عامله الجيلي وتسيبيه يبرد بره الثلاجه. بعد ما يجمد خالص المهلبيه اللبن هتطلعيها وتروحي صبي عليها الجيلي، وحاطه لها الفراوله، بقت حاجه حلوه. ممكن تحطي موز كمان معاها زي ما انت عايزه. وادي صوابع الجلاش بالجبنه القريش والزيتون والفلفل. ويا رب حلقتنا النهارده تكون عجبتكم. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. الى اللقاء. Thank you.